للمزيد من المتابعة والقراءة وتحليل المشاهدين الكرام ينضم إلينا من مدينة مراكش المغربية الأستاذ عبد الحق مفراني الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد عبد الحق. خالص التعازي طبعا لضحايا هذا الحدث الجلل في المغرب سيد عبد الحق بطبيعة الحال، ثم لو تكرمت أن تضعنا بطبيعة الحال وأنت موجود على أرض الواقع في المغرب تحديدا مدينة مراكش، الأخبار كلها تتحدث عن تأثيرات واضحة ومباشرة خصوصا في الأماكن الأثرية وأيضا في عدد الضحايا. ما هي آخر الحصيلة المتوفرة لديك من معلومات حول الأرقام وحول تأثير الزلزال على المباني والسكان والأماكن التاريخية؟ أولا في البداية تعزينا الحارة لجميع الأسر المكلومة ولجميع الضحايا. طبعا إلى حدود الآن حسب الإحصائيات الرسمية للوزارة الداخلية ما يقارب 820 من الضحايا، هذا هو الرقم الأخير الذي عممته الوزارة، والأكيد أن هذا الرقم مرشح للارتفاع للأسف الوزارة. للأسف يعني أزيدك المعلومات، آخر المعلومات عبر وزارة الداخلية سيد عبد الحق 1037 ضحية، الإصابات وصلت إلى 1204 إصابات. قلت أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. أنا أريد أن أجعلك في آخر التطورات والسادة المشاهدين أيضا، تفضل أكمل. عملية الإسعافات والتدخلات لا زالت مستمرة خصوصا في المنطقة البعيدة عن مراكش، لأن لا ننسى أن القوة كانت في منطقة إغري، وهذه المنطقة يعني تحتوي على العديد من الدواوير والعديد، وهي منطقة جبلية، والأكيد أن حتى البنايات تعرفون أنها تبنى بطريقة تقليدية، وهو ما يجعل حتى بعض المسالك الوعرة تجعل من الصعب التدخل السريع، لكن هناك مجهودات جبارة تقوم بها السلطات في هذا الباب، خصوصا بعد تأهب الجيش أيضا الجيش المغربي وتدخله السريع أيضا في هذه المناطق. الأكيد أن هذا الحدث الذي خلف هلع عن أمس ليلا، يعني ابتداء من 11 ليلا وتواصل كاملين خصوصا مع الارتدادات التي حدثت، جعلت الأمر صعب على الجميع خصوصا في المنطقة. لم يكن من المتوقع حتى في المخيال الجمعي، لم يكن من المنتظر أن تشهد مثل هذا الحدث. سيد عبد الحق، مراكش توصف بأنها مدينة التراث المغربي، هناك أخبار عن مسجد الكتبية الشهير والمأذنة، هل تضررت بالفعل؟ لأنه بعض الأخبار تتحدث عن هذا الأمر، ثم أنه في مقاطع مصورة ربما تابعنا بعضها تتحدث عن الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة كما تعلم، يقولون أيضا وهي مدرجة بطبيعة الحال على قائمة اليونسكو، تقول أنها تضررت أيضا. طبعا هناك كما تعلم ان مدينه مراكش الى جانب المدينه الحديثه، يعني هناك مناطق تحتوي وتضم مآثر تاريخيه، وحتى المدينه القديمه هناك بنايات قديمه ايضا ولا زالت تحتفظ بحضورها وسط المدينه، والاكيد ان العديد من الدور العديد من الاسوار تعطرت فعلا بفعل الهزه، والى حدود الان بعيدا عن يعني الصور التي يتم تداولها هناك بعض الاماكن التي فعلا تعرضت اسوارها لانهيارات، والاكيد ان الصوره ستتضح. تعلمون انه في امس ليلا الان خلال النهار في كل وقت ستتضح الصوره اكثر مع توالي البلاغات، وايضا حتى ضبط هذه العملية، لأن الأولوية الآن الأولوية هي الجنس البشري، الأولوية هي عملية الإنقاذ، عملية التدخل السريع خصوصا في المناطق البعيدة، في المناطق التي تحتاج لإسعافات وتدخل سريع، وهذا هو ما جعل كل السلطات المحلية هنا تتجه إلى محاولة الإسعاف ومحاولة التدخل السريع في المناطق، خصوصا في المناطق النائية والقريبة من قوة الزلزال، منطقة إغلي ومنطقة الحوز
عموما. الإمكانيات المتاحة تعتقد سيد عبد الحق يعني تستطيع مواجهة هذه الأزمة، أم أنه ربما يحتاج المغرب لدعم من خارج؟ معظم يعني الأخبار تتحدث عن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن أنه جاهز لدعم المغرب بشكل كبير، كثير من الدول العربية يعني دعت إلى تقديم المساعدة للمغرب. كيف تبدو يعني الأوضاع المحلية؟ هل هم جاهزون لعمليات الإغاثة أم أنهم يحتاجون إلى مساعدات خارجية؟ طبعا بالأساس هناك دائما التضامن الدولي يحضر، سواء التضامن العربي أو التضامن الدولي، وهذا مطلوب أساسا. لكن المغرب كما تعلمون أنه بعد دار الحزيمة وهناك تجربة استطاع أن تكون صعوبات، والأكيد أن هناك استعداد قبلي لمثل مجابهة مثل هذه الأحداث. وحاليا ما يمكن التفكير فيه هو هذه التدخلات السريعة التي تقوم بها السلطات المحلية هنا، والغرض الأساس هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هو الذهاب إلى المناطق الوعرة خصوصا في الجبال، خصوصا في المناطق البعيدة النائية القريبة من تلك المنطقة الحرارية التي عرفت الهزة، منطقة إغلي، والمناطق التي تحيط بها وهي مناطق وعرة. والذهاب إلى يحتاج إلى الوقت، ويحتاج أيضا إلى تنقيل معدات خاصة في عملية البحث. هناك جهود جبارة تقوم بها السلطات المحلية هنا في المغرب، والأكيد مع توالي الوقت ستتضح الصورة أكثر.